جونز، نحن لسنا في الغابة الآن. زيد، أخبر القائد هاريس أننا نحاصر العصابة. حسناً حسناً، سوف يصل إليه الخبر بأسرع من البرق. حول. أنت مستعدة؟ أجل، هل أنت مستعد يا هايتاور؟ داك، هل أخذت موقعك المحدد؟ أجل يا سيدي. هاوس، مستعد؟ سأعد هذا إجابة. هيا يا رجال، لنبدأ. قفوا في أماكنكم. لا أحد. لقد حان وقت الدخول الآن يا سيدي. ليبتعد الجميع من خلف الباب. ويزارد، هل سمعت صوت الانفجار؟ نعم، هل تظن أن الشرطة مكاننا؟ أظن ذلك. ارفعوا أيديكم، أنتم معتقلون. أتريد أن تعتقلنا أم تدعونا إلى العشاء؟ لنهرب بسرعة يا أصدقاء. قفوا، لن تستطيعوا الهرب. حسنا، لنبدأ هجومنا الساحق. لنهرب من مخرج الطوارئ. قطار؟ هذا مستحيل، لن نخاطر بحياتنا. مجموعة القائد ماهوني تتقدم. أيها المهرجون، استسلموا، المخارج كلها مغلقة وهذا البناء كله محاصر من الخارج. سويتشاك. مستعد، لكن هل أحرك هذا المقبض أم هذا؟ انظرا، لقد فتحوا ثغرة في الجدار. شكرا لكم يا رجال الشرطة. زاد، ايش لك؟ أرجوك عد إلي وجهي. علينا أن نبلغ القائد هاريس أنهم أفلتوا. كان على هاريس أن يكون هنا الآن. نعم، أنا أعطيته العنوان، البناء رقم 666. ربما قرأتها مقلوبة. 999. هذا هو البناء رقم 999. هل اتصلت بالصحفيين يا بروكتر؟ نعم، إنهم قادمون. جيد، ستتصدر صورنا ونحن نقبض على المهرجين الصفحات الأولى، وسأحصل على ترقية وأنتقل إلى منطقة أخرى بعيدا عن ماهوني وأصدقائه. حسنا يا بروكتر، الآن هجوم. ارفعوا أيديكم، أنتم رهن الاعتقال. لم تخفق في القبض على اللصوص وحسب، وإنما اقتحمت مكانا من دون إذن وأحرجت قسم الشرطة بهذه الصور المضحكة. الخطأ ليس خطأنا سيدي. دعني أشرح الأمر لك يا سيدي، الذنب يقع على عاتق مجموعة ماهوني، فقد أعطوني العنوان. انسى أمر تلك الترقية يا هاريس. لماذا تعاقبوني على ذنب اقترفه غيري؟ وقد تغير موقعك أيضا، لم تعد قائد مجموعة. ستقوم بالتدريس في كلية الشرطة حتى إشعار آخر. كما تريد يا سيدي. احترامي سيدي. أنت المسؤول عن هذا كله. عفوا، اهدأ. لا بأس، لا تنسى أن تزورنا يا سيدي.
حسنا، سأعود إلى التدريب في كلية الشرطة، لكنك قريبا ستلحق بي. سأعمل لطردكم جميعا من الخدمة، ولو كان هذا آخر ما أفعله في حياتي. ولو كان هذا آخر ما أفعله في حياتي. هل قلت ما أغضبه؟ لن يكون فانس وفريدي مسرورين بعد أن فقدنا المال. علينا أن نقوم بعملية سرقة جديدة. لقد خططت للعملية الجديدة يا رجال. سنسطو على السوق المركزية للمجوهرات. إنه مكان محصن جيدا، سنحتاج إلى المتفجرات ومخبأ لإخفاء الغنيمة. لا تقلقا، وجدت المخبأ المناسب، مديرية الشرطة. لم أفهم. بسيطة، سنتظاهر أننا متطوعون جدد في الشرطة ونخفي المسروقات هناك، وهناك سنجد المتفجرات التي نحتاج إليها. ستكون العملية ناجحة جدا. أنا رجل عبقري، لكن الأيام. هل تظن أن القائد لازيرت سيعفينا من التدريبات؟ بكل تأكيد، إنه يثق بنا. مرحبا سيدي القائد، نخبرك أن القائد هاريس يجبرنا على إعادة التدريب. حسنا يا رجال، أنا سعيد جدا لرؤيتكم هنا في مركز التدريب، وعلى رجال الشرطة أن يواصلوا التدريب حتى يحافظوا على مهاراتهم المهنية. أهلا بكم في كلية الشرطة. أولا سنتعلم احترام اللباس الرسمي الذي نرتديه. ما هذا؟ لا تغضب لهذا سيدي، اذهبا وساعدا القائد. كل شيء على ما يرام يا سيدي. أجل، يبدو أنكم مجموعة رجال يعتمد عليهم، ليس مثل فريق ماهوني. ماهوني وصل. شبيك لبيك، مجموعتي بين يديك. حسنا، أهلا وسهلا بكم. انتباه، سنجري تجربة اعتقال اللص. أنتما الاثنان ستكونان من الشرطة، ستضعان القيد في يد اللص. أنت اللص، والآن أريانا كيف تفعلان ذلك. المعذرة، هل تسمح بأن ترفع يديك؟ دعني أساعدك. أتعلم؟ أظن أنني رأيت أنفك من قبل. حقا؟ هكذا تراك، وهكذا لا. لماذا لا نضم المتدربين الجدد إلى مجموعتنا؟ هذه فكرة جيدة يا بروكتر، وهكذا نتغلب على ماهوني ومجموعته. عفوا، لماذا رميته هكذا؟ أتسألني؟ أجل، توقفوا، سنحل هذه المشكلة بهدوء. هل تقصد أن نتصافح ونعتذر؟ بل أعني شرطا بيننا يا ماهوني. المجموعة التي تستطيع القبض على عصابة المهرجين قبل الأخرى تكون الفائزة. هكذا إذن، وماذا بعد؟ إذا قبضتم عليهم أولا نلنا التقدير والشهرة، وإذا قبضنا عليهم عليكم أن تستقيلوا. قبلنا الشرط. هذا جيد. هيا يا رجال، سنذهب إلى المختبر لتتعرفوا أحدث المعدات القتالية. جهزوا أنفسكم للتقاعد. انظروا إلى اختراعي الجديد. ما هذا؟ أهي قنبلة؟ لا، إنها كرة ذات دفع داخلي تعمل بجهاز التحكم عن بعد. سأريكم قدرتها. ها، سأسجل هذا الاختراع في جمعية المخترعين عن إذنكم. خطتنا تنجح يا أصدقاء، سنخبئ المجوهرة المسروقة هنا في المختبر. ثم نطارد عصابة المهرجين. ومع هذه الأسلحة الحديثة سيكون اقتحام السوق سهلا. صحيح، وإذا حاول رجال الشرطة المتطفلون التدخل فسنقضي عليهم بسهولة. سنعود بعد قليل.
الأصدقاء نحن داب داب نسبح في الماء. أنا داب هذا را أنا ساشي داب داب في المطبخ. على مغامرات يأتيكم في الأوقات التالية. عدنا. ألم يحن موعد استراحة الطعام؟ أنا جائع. انظروا هناك، إنه القائد هارس وفرقته الجديدة. لنختبئ في السيارة ولنراقبهم. لقد جعلت فريق ماهوني يطلي الكلية، وهكذا تتاح لكم الفرصة للقبض على اللصوص قبلهم. أعتمد عليكم للانتصار على تلك المجموعة. سنكون عند حسن ثقتك بنا. هيا علينا أن نتعقبهم. بروكتر، أشعر أن هذا اليوم هو يوم سعدي. هيا إلى التسوق. رأيت عصابة المهرجين، لنقبض عليهم. حسنا، هذه فرصتنا. إياكم أن تتحركوا، هذه عملية سطو مسلح. قفوا مكانكم أيها المهرجون. لا تأتوا بأية حركة إلا إذا كانت مضحكة، فأنا أحب المزاح. اهدأ يا رجل، فنحن لا نحمل أية أسلحة إلا هذا الغاز المنوم. تصبحون على خير. ها؟ جاءنا إنذار من السوق المركزية للمجوهرات إلى جميع الوحدات، سوق المجوهرات تتعرض للسطو. هل سمعت؟ سطو على سوق المجوهرات. لنذهب بسرعة، لابد أنها عصابة المهرجين. لنستخدم المصعد. حصل، يجب أن نمسك بهم قبل أن تصل مجموعة هارس. أنتم محاصرون. يظنون أنهم أذكياء. إخفاءة ممتعة. هاي، أين نحن؟ انظر، العصابة. لنلحق بهم يا رجال. إيك، لقد رأيت هذا الأنف من قبل، هل هو حقيقي؟ أنا واثق بنجاح مجموعتي يا بروكتر. إنه هارس، ماذا سنفعل الآن؟ لنخلع ملابسنا بسرعة ونقبض على عصابة المهرجين. عمل رائع يا رجال. إنه القائد هارس. حسنا يا ماهوني، قبضت مجموعتي على العصابة أولا، انزعوا الأقنعة. هذه مفاجأة غير متوقعة أبدا. هناك خطأ ما، نحن لسنا لصوصا. الآن فهمت. حسنا، انظر، هذا هو اللص. هؤلاء رجالي، ورجالي لا يمكن أن يكونوا لصوصا. ولكننا قبضنا عليهم بالجرم المشهود. عفوا، هل نأخذ المسروقات إلى الكلية يا سيد القائد؟ نعم، افعلوا ذلك. حسنا يا ماهوني، لقد خسرتم الشرط، وعليكم أن تقدموا استقالتكم بسرعة.
سنصبح عاطلين عن العمل. وزملاؤنا يعاقبون بالسجن لجريمة لم يرتكبوها. نعم، ماذا سنفعل يا سيدي؟ نمسك باللصوص الحقيقيين ونثبت براءة زملائنا. مستعدون؟ مستعدون. أخرجوني من هنا، أنا بريء، أسرتي تنتظرني على العشاء. هذا لا يحتمل أبدا. كيف سأقضي حياتي مع السيد زد في زنزانة واحدة؟ أفضل أن أنام حتى لا أسمع. هاوس ليك، سنتمكن من الهرب، انتظرني. هل أصبحنا الآن خارج المبنى؟ بالتأكيد. واحد، اثنان. من الممتع أن أعود إلى موقعي يا بروكتر بعد أن تخلصت من إزعاج ماهوني وأصدقائه. السجناء يهربون، توقفوا باسم القانون، لن نسمح لهم بالهرب. يأخذون الحوامة. عملية هروب ناجحة كما يحدث في الأفلام تماما. لكنك لا تعرف قيادة الطائرة سيد زاد. سأتدبر أمري. لا، لا تأخذوا الحوامة وإلا عقبني القائد على إهمالي. فريدي وفانس سيكافئان على هذه العملية الناجحة. ما هذا؟ ضيوف، رجال ماهوني. لكن ماذا سنفعل الآن؟ سنأخذ القائد لازارد رهينة ونهرب بقاربه. ما بكم يا رجال؟ ما هي المشكلة؟ سنصدك في نزهة. يا لها من فكرة رائعة جدا، ولكنني لا أستطيع الآن. علي أن أطعم سمكتي أولا ثم أستحم. لنسرع، إنهم يهربون. لن يستطيع القبض علينا. لن نضيع الوقت، لدي حل سريع. انطلق. مرحبا، أمسك بهم. انتهى أمركم أيها المهرجون. لن تستطيعوا الإمساك بي.